اكشن. با لا لا هذيك هذاك النهار السلام عليكم الدراري والدريات، مرحبا بكم في فيديو جديد او مرحبا بكم في شي حاجه جديده. عرفنا راسنا راه غبرنا شحال هادي ما حنتكم شي فيديوهات، ولكن حنا تنجدوا الجديد كنجيبوا ديما الجديد. المهم اليوم درنا واحد فيديو، غادي نديروا واحد التحدي، غادي نديروا واحد التحدي انا وخويا مول الصدعة ثاني كيف العاده. مرحبا مرحبا بك. المهم درنا غادي نديروا واحد التحدي ديال 10 سنوات، ماشي 10 سنوات، غادي نديروا التحدي انه غادي يصيفط لي شي تصاور وغادي نرياجي عليهم. ما عرفتش من اش من تصاور غادي يصيفط ليا. المهم انا دابا غادي نخدم الواتساب عندي، غادي يصيفط ليا وغادي تشوفوا معايا. المهم اللي ضحك غنبلوكي. بقاو معنا. ايوا التصويره هادي تبارك الله تبارك الله. شحال كنهضرك انايا؟ هادي سيدي هادي كانت عندي 6 سنين تبارك الله العوينات. خرج عليكم عاد دخل. المهم كنت انا من صغري سبحان الله العظيم كنت مصدوم. هادي فاش كنت هادي فاش يلاه تسجلت في السنه الاولى في الابتدائي في مدرسه الرشاد. اش كتقول؟ منيتك شوف كيف مزيانه منيتك. اذا هادي مشات غادي نشوف شي حاجه اخرى نشوف هذا درتي عقلك انت باش ما تسماش. واخا صيفط لي نشوف نشوف شنو اختاري دي تمايا. هادي عقله سي المراقبه. اي هاي 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 شوف انا ماسي ديال شي البوزات من زمان كيديك بالجيب داك الشيء. ضروري ندير شي بالك كاش بالك ندير دخل دي في الجيب. او التيشيرت نعم سيدي لا مارك. هذه تكون تقريبا هذه فاش كنت كنتقى في الخامس. هذه باش كنا في الدار القديمه نعم سيدي الغنباز والالاعيب والاتاويش غنباز. ارنا التصوير الاخر هنا شنو شي حاجه شحال الشكل كاين بزاف عندي هنايا غنختارو هادي. هادي واخا شاركتي في شي فيلم على ما اظن عاود لينا قصيتك مع هاد الفيلم. ما تنسى هتصور عبدو عيني الموحدين. هادي هادي كنت تصورتها في سميتو في تغازوت. المهم من الناس ديال الصيف والالعاب ومشي وقلنا زعما نديرو فاش كنت شيكنوريز والميسكيلاسيون. نسيت صح ما كاينش وقال هادي اللي صورتي في شي فيلم وقال هادي على النضاد كل شيء على الشوفة. هادي في 2010 هادي صورني هادي في 2010 هادي فاش كنت مشينا واحد الرحلة للإيموزار العمق صورني وانا عميق الفقر. انا مازال ما درتش اللحية فهمتي باقي مضر. اوكي دابا من بعد هاد الشيء غنمشيو لشي حاجة جديدة اللي هي ديال الحب الرومانسي. حب الرومانسية شاروخان هذا شاروخان الصندالة ديال الصباح الصندالة هذيك راه ديوريجين هذيك ديال من اين زكال. هادي هاد التصويرة إلا عقلت هادي كنا درناها في واحد البلاصة في تما في الدوار في واحد السيكتور تما. المهم ديك الوقت الربيع ديك الساعات كتكون الطبيعة والألعاب ومشينا درنا زعما الشوتينغ مع الطبيعة. أرنا التصوير الأخرى هادي جبني كنتي واقيلا مراسل مع شي ديال الثورة السورية واقيلا كنتي مراسل الجزيرة نوريك وقول لي واش نيت فعلا. الله ما شوف باش طلع إذا نربط الاتصال بمراسلنا من جبهة سوريا. نعم لك الاتصال أخ. الجريمة ديالك في سوريا تما اش وقع لك؟ الأخضر نوالي تما تفرماتيتي واقيلا. هادي والله ما عقلتش من العام هادي. المهم هادي باينه فيها ديال التسجيل المدرسي. طيب المهم ما عنديش حتى شي كومونتي هادي فوت باس صورة كتهضر باس اوكي نمشيو لشي حاجة قريبة ليها واقيلا في ايام يعني ايام الصعر شي حديد. انا كنتي كدير الحديد واقيلا انا زيد رجع انا كنتي مع المنطقة هادي يامات فاش كنت يامات المجاعة الشرطة في الدوصل الشرطة ماشي ديال العمال ماشي يقول فراسك هاديك لا مود هادي هاديك الأسد عادي الإمام التصويرة فاش كنت هادي جوج دحية صاحبي مشينا ديك الساعة البحر فاش كنت اليامات لاصالي واك حالة صاحبي الله يلاك عادي هاديك القيدة ديال بزز لك توا
والله الا بغيتي بالي فيك تبقى بالي بعدا وغير زعما سمين تريسيفس داك الشيء ولا ميسكلاسيون الاخر حشم هو لبس التيشيرت وكانت فتنا ديريكت زعما التيشيرت راهي ديريكت باش ما حشم قال لي فوت فوت استرا خويا دابا هادي صورة ديال المدرسة ما عرفتش يقبلوا الاخوان تبين وجوههم ولا لا ديال المدرسة شنو المستوى؟ إلا بغيتي تدوز أنا عرفتش ما عنديش مستوى تما كاين أستاذ السيد عياشي قال لك الحية هادي ذكريات المهم إلا كتشوفوا التصويرة راه هناك إلى الصف الفوقاني كلشي هذاك القصير فيهم كيمن غير غني في الفوق أنا كنت أقصر واحد بقيت ولكن البسالات ديالي كانت ديال هي المجزة فيهم تما تحية لهاد الدري كامل اللي قراو معايا هنايا واللي عندي فلاشين وشاف راسو تما يخلي لي كومونتير هادي واقيلا حتى هي أيامات لي فلوغ فلوغ الأولين ديالك واقيلا ماشي أنا هذا ماشي انت هذا ما يمكنش الدريات باش نكون واقعيين حيد الفيلتر حيد كل شيء هو جاني له مسح هو الواقع هذه هادي تاهي في الجردة ماشي هو اخو هذاك اخو الاخر هذه الجردة على ربك سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم نيت الله نيت واش ما كنتش كتقول كون اصاحبي كون كنت كنقول الربيع في هذا الوقت واش كنتي مبلي واقيلا كدير الحشيش لا لا كدير شي حاجه اخرى راه نفس القناة اوكي شوفوا هاد التصويره اللي راح انا جا فيها الضحك تنى هاد التصويره وصل عندي باش تبان عندي هنايا هادي زيد 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 ناك اخويا باش انت نزول مزيان نفس السؤال عاوتاني في البلاد كيكحل لك دار الا كان العرس كتكحل ولكن ما مزوجش هذا انا كتبان لي بحال داك الجوكر اللي سالا الفيلم ديالهم حيد بالك ما كاينش الجوكر هادي كنت فاش كنت واحد العرس في البلاد شحال هذا وكنت حضرت تما وصوروني وداز داك الشيء هو داك النشاط هادي والله سمايل الايام العميقه ايام الاجتهاد ديال ملي كنا باقيين مجتهدين شي مره بحديده لا هذيك حديده ديالي هذيك فاش كنت درت لاباس باس غادي نمشيو لي زابوني هادي دابا هي دابا ولينا بروفيسيون قارنوا بين الاولانيه وهادي شوفوا الفرق كبير باش تعرفوا هذا الشيء ماشي فوتوشوب الحقيقه دقيقه لا انا هكا ديال بصح لا احمد بيدي هذاك الفوتوشوب هادي تصورنا انا كتبع البنج هذاك الرابور البنج ديال اوكي باي هادي تصور دابا بالكانون وموديفيتها في البروغرام شي نهار غادي ندير لكم شي فيديو نشرح لكم فيه هاد لي موديفيكاسيون ديال التصاور كيفاش نصور ان شاء الله باش نخايبوا هذا ونزينوا بابا ما عندناش مشكل ما قبل الاخير التصويره بقى لي جوج بقات هادي جوبونس راه شافوها الدراري في الفلوغ هادي احسن تجربه هادي اللي بغى يشوف الفيديو راه كاين الفيديو غادي نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبشن كانت احسن تجربه هادي اول مره نجرب الباربنت المهم اللي بغى يشوف هاد التجربه يدخل الفيديو راه كاين في الديسكريبشن عاود لينا هاد داكشي واخا كنت خلعت كان هذا ثاني فلوغ صورته وكنت مخلوع ولكن داكشي داز زوين واخر تصويره هي هادي نشوفوا هاد اخر تصويره اختاري لي لينا هادي كانت هادي نقدر نقول احسن تصويره واخا كنت ديجا تصورت معاه ولكن حيت كما شفتو كنت صورت الفيديو قبل وكنت قلت فيه انه شي نهار ندير الفيديو من نظري كان عندي الظن انني عيط عليه نصور مع الفيديو نحضر مع ايفنمون وهاد التصويره كانت من احسن التصور المهم حتى هاد الفيديو درت فيه فلوغ غنخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبشن وتفرجوا وخليوا لي الكومونتير ديالكم وديروا لايك للفيديو بيس فوالا وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديال اليوم نتمنى يكون عجبكم وضحكتوا معنا ونشطوا معنا وان شاء الله مزيد من الفيديوهات والتحديات ولي فلوغ نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم والفكره ديال اليوم تكون عجبتكم وخليوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير اللي بغيتوا بحال هاد الفيديوهات بحال هكا الطالعه والرياكشن قولوها لي في لي كومونتير وفرقعوا لي لايك في هذا الفيديو وبغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو ماكسيموم باش ان شاء الله نكملوا 1000 ابوني قبل 2020 حيت دابا تقريبا وصلت شي 900 ابوني بالفضل ديالكم نتوما المشاهدين ديالي اذا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا الفلوغ ديال اليوم ما تنساوش ديروا سبسكرايب واللي ما دار سبسكرايب غتفاهموا معاه الله يرضي عليكم سبسكرايب ودعموا الشاشه ديالنا الخاله ديالنا
باش نمشيو ان شاء الله نكملوا 100,000 ابوني ونديروا لايك ابونا وما تنساوش كومنت اند شير اند سبسكرايب اند لايك ثانك يو فيري ماتش. موعدنا الفلوق مقبل. باي باي. نتمنى نوصلوا 1,000 ابوني. تهلاو براسكم. ايوه بيس. ايوه يا حميد.